أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. خلال هذا اليوم تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال والوسط، سجلنا 28 درجة بتونس العاصمة، وكانت بين 30 و 36 درجة بالجنوب، وبلغ أقصاها 39 درجة بجهة البرمة. وكما لاحظوا من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي، طقس كان مغيم بأغلب مناطق البلاد. السحب هذه لفقتها بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة بمناطق الجنوب، كذلك هبوب رياح رملية محلية بالجنوب. بالنسبة لليلة سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد. يوم الغد إن شاء الله بعض السحب ودرجات الحرارة القصوى تكون 24 درجة بتونس العاصمة، مع بعض الأمطار المتفرقة، أمطار متفرقة وضعيفة بمناطق الشمال، بنزرت 22، نابل 26، زغوان 25 درجة، باجة 22، كذلك بتبرقة، جندوبة 23، كذلك بسليانة كيف 22، تلة 24، القصرين 27 درجة مع بعض السحب العابرة، كذلك بالقيروان مع 31 درجة. جهة الساحل سوسة 28، المنستير 29، المهدية 26، سحب عابرة بصفاقس وسيدي بوزيد، سيدي بوزيد 30، صفاقس 28، قرقنة 26، جربة 28، مدنين 32، جابس 30، قفصة 29، قبلي 30، توزر 30، تطاوين 31، وبأقصى الجنوب البرمة برج الخضرة سحب عابرة مع 34 درجة. الملاحة والصيد البحري بسواحلنا شمالية، تهب الرياح شمالية شرقية شمالية غربية 25-35 عقدة، ثم تقوى 35-45 عقدة، والبحر شديد الاضطراب. بالنسبة للإخوة البحارة، عن أعلام برياح قوية يهم كافة مناطقنا الساحلية. بخليج الحمامات تكون الرياح جنوبية شرقية جنوبية غربية 25-35 عقدة، أي ما يعادل 50-70 كيلومتر في الساعة، والبحر شديد الاضطراب. وبمنطقتي الشابة وخليج جابس تكون الرياح جنوبية غربية شمالية غربية 25-35 عقدة، أقصاها 40 عقدة، أي ما يعادل 80 كيلومتر في الساعة، والبحر شديد الاضطراب. التوقعات الجوية ببعض المدن الأجنبية، بنواكشوط طقس صافي مع 38 درجة، طقس صافي كذلك بأغادير الدار البيضاء والرباط، وسحب عابرة بمراكش مع 26 درجة، تلمسان 21، أمطار بالجزائر العاصمة وعنابة مع 22 درجة، طرابلس 34، مصراتة سحب قليلة مع 32 درجة، بنغازي 41، الإسكندرية 30 درجة، القاهرة طقس صافي مع 34 درجة، طقس صافي كذلك بالمدينة المنورة، أمطار متفرقة بمكة المكرمة مع 36، الرياض 41، أبو ظبي 42، الدوحة 41، الكويت 39، بغداد 33 درجة مع طقس صافي، سحب عابرة ببيروت وطقس صافي بالقدس مع 29 درجة، أنقرة 28، إسطنبول 25، أثينا سحب قليلة مع 33 درجة، باليرمو سحب عابرة، أمطار بنابولي وروما وسحب قليلة بميلانو مع 23 درجة، أمطار بكل من لندن باريس جنيف وليون مع 17 درجة، مارسيليا سحب عابرة، أمطار بتولوز برشلونة 22 درجة، أمطار ببلباو وفالنسيا سحب قليلة، بمدريد ملقا ولشبونة مع 24 درجة. تطور الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة، يوم الخميس سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد تكون أحيانا كثيفة بمناطق الشمال، الرياح تهب من القطاع الغربي تكون قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. يوم الجمعة سحب عابرة بأغلب المناطق، الرياح تكون من القطاع الجنوبي معتدلة، البحر مضطرب، ودرجات الحرارة القصوى تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الخميس. شروق الشمس ليوم الغد إن شاء الله يكون على الساعة 5 صباحا و6 دقائق، الغروب في حدود الساعة 7 مساء و27 دقيقة. أوقات الصلاة ليوم الغد الأربعاء 22 ماي 2013، الموافق ل 12 رجب 1434، الصبح بداية من 3 صباحا و20 دقيقة، الظهر في حدود الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، العصر في الساعة 4 بعد الظهر و6 دقائق، المغرب في الساعة 7 مساء و29 دقيقة، والعشاء في حدود الساعة 9 مساء و13 دقيقة. لمزيد من الإرشادات عندكم الموزع الصوتي موقع الويب، أو عن طريق الإرسالات القصيرة SMS على الرقم 85012. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.